تمام كده. طيب تعالوا معانا كده على منصة التداول، عايزين نعرف الأول التوصيات لما بتنزل لنا، التوصية دي بتنزل بناء على إيه، وإيه الأرقام اللي إحنا بنحطها في التوصية دي علشان نقدر نفهم التوصية بتبقى عبارة عن إيه. خلونا أول هنا نبص كده على الصف اللي على الشمال ده، ده فيه قايمة زي ما انتم شايفين كده فيها أزواج العملات يو اس دي تي سي اتش اف الجي بي بي يو اس دي يو اس دي جي بي واي. طبعا كل رمز من دول بيعبر عن عملة بلد. مثلا أنا دلوقتي فاتحة زوجين اليورو دولار. طيب اليورو دولار أنا لما جيت أفتح التشارت بتاعهم أو اللي ظاهر قدامكم ده، في ناس كتير بتشوف المنظر ده خاصة في البورصة، ما بيبقوش فاهمين هي الحاجات دي عبارة عن إيه؟ إيه اللي قدامنا ده؟ دي بتتسمى الشموع اليابانية. الشموع اليابانية دي طبعا أنا عندي صور مختلفة من التشارت، أنا ممكن أخليها مثلا تبقى ظاهرة بالشكل ده، بس إحنا بنشتغل عليها بشكل الشموع اليابانية بالشكل ده عشان بتبقى أوضح. بتعبر عن إيه دي؟ دي بتعبر عن التحركات السعرية. يعني أكيد في منكم أول ما شاف المشهد بالشكل ده وفي حاجات حمراء وفي حاجات خضراء، فهم كده إن مثلا الحاجات الحمراء دي معناها نزول في السعر، إن الحاجات الخضراء دي معناها طلوع في السعر. دي صحيحة. طيب دلوقتي انتم مثلا لما بينزل لكم توصية، مثلا هشد لكم خط كده علشان تبقوا فاهمين التوصية دي بتبقى عبارة عن ايه. انا مثلا دلوقتي بناء على تحليلات وعلى سيستم وعلى كذا عامل مختلف، عرفت ان زوج اليورو دولار لو دخلناه دلوقتي صفقة بيع هنكسب منه دلوقتي ازاي. انا مثلا سيبكم من كل اللي انتم شايفينه من اول الكل ده، لان كل ده مش موجود امحوه كده. انا ببص دلوقتي مثلا على التشارت، اتلاقيت دي اخر شمعة ظاهرة عندي، الشمعة الحمراء اللي تحت دي. حلو، فانا قمت داخلة، خلينا نشد خط هنا كده، قلت لكم يا جماعة هنفتح دلوقتي صفقة شراء، يعني انا هتبقى باي مش سيل، هتبقى باي على زوجين اليورو دولار. تمام. طيب وحطيت لكم بيانات اللي هي التيك بروفيت او اخذ الربح، قلت لكم كتبت لكم رقم، الرقم ده في حقيقة الامر بيكون بيعبر عن ايه، عن اتجاه سعري. انا مثلا داخلين احنا دلوقتي عند المنطقة السعرية دي، لما السعر وصل هنا انا قلت لكم يا جماعة ادخلوا دلوقتي صفقة شراء. طيب انا عارفة برضو بناء على تحليلات وامور ان السعر أقصى ارتفاع هيوصل له هو المنطقة دي فقط، مش هيعديها، فهحط لكم التيك بروفيت هنا اهو. هنا انتوا هتظبطوا الصفقة بتاعتهم مجرد بتاعتكم، مجرد ما بتدخلوا الأرقام بتاعتها انتوا بتدخلوا عند المنطقة السعرية دي، مجرد ما السعر ارتفع الارتفاع ده كل دي نقط بتتجمع معاكم. تمام. طيب ممكن ساعات مثلا إيه، خلينا نحط انا مثلا ممكن اكون عارفة ان السعر هيوصل للمستوى ده ويقف، غالبا مش هيقدر يطلع يكمل اكتر من كده، فبحط مثلا الهدف هنا. وممكن اكون عارفة ان غالبا السعر ممكن يكسر الخط ده ويطلع لمنطقة اعلى، فهحط لكم هدف تاني هنا عند الخط ده، اللي هو انا متوقعة برضو ان السعر هيوصل لحد المنطقة دي. يبقى السعر احنا داخلين عند النقطة دي هنا تحت، لما السعر عدى المنطقة دي احنا كده كسبنا من الهدف الأول. طيب السعر كسر المنطقة دي وطلع كمان عند المنطقة دي، يبقى احنا كسبنا نقط من هنا لحد هنا. طيب انا ممكن برضه اكون عارفة بناء على تحليلات السوق ان لا، ان كمان السعر هيوصل لي مثلا عند المنطقة دي، المنطقة اللي فوق دي، فبحط لكم 3 أهداف. طبعا كل ده من أول هنا لحد فوق هنا، كل دي نقط إحنا بنجمعها. تمام. طيب خلوني كده أمسح الخطوط. ده بالنسبة لموضوع الأهداف. طيب أحيانا أنا كتير في الصفقات اللي أنا نزلتها لكم أنا حاطة هدف واحد فقط. ليه؟ أولا لأن ده تجريبي، كل معظم اللي شغالين مش شغالين على حسابات حقيقية، شغالين لا على حسابات تجريبية. زائد
ان احيانا بكون عارفه ان مثلا بنسبه 99% السعر هيطلع لحد المستوى ده، فنسبه طلوعه من المنطقه دي للمنطقه دي متيقنه منه بنسبه 99%، لكن نسبه طلوعه من المنطقه دي لحد المنطقه السعريه مثلا دي لا، نسبه مثلا ممكن تكون 80% فقط. فممكن حد يدخل الصفقة من هنا ويقول أنا هشتغل على المضمون بس، على الهدف الأول بس. مفيش صوت، مفيش صوت عند الكل ولا عنده هو بس؟ لا في صوت يا مدام، ده صوت موجود كويس كمان، صوت عادي موجود، صوت موجود. طيب نقول له المشكلة من عنده هو. شوف الوقت، لحظة بس اكتب له على الواتساب لو الصوت مش موجود يعمل ايه. قول يا مدام. تمام، طيب خلونا نكمل. كنت بقول ان انا ضامنة ان السعر هيوصل لحد المستوى السعري ده، تمام. طبعا كل مستوى سعر انا بكون عارفاه، بصوا كده عندي هنا على في الجنب اليمين، انا عارفة ان الخط ده السعر بتاعه كده 1 بوينت، الرقم اللي انتم شايفينه 1.2082. فبكتب لكم ان التيك بروفيت هو هنا عند المستوى ده. طبعا في ناس، الناس اللي بتكون متفرغه ومتابعه ومنهم انا، ما بحطش اصلا تيك بروفيت، مش بظبطها. بظبطها امتى؟ لو انا مش هتابع، لو انا هفتح صفقه واسيبها مثلا وابعد عن الجهاز او هنام او ايا كان، بحيث ان هي مجرد ما توصل لي للهدف ده الصفقه تتقفل لوحدها على الربح بتاعها. طيب لو انا صاحيه ومتابعه او انا مركزه ومتابعه بسيبها مفتوحه، مش بحط لها اي اهداف بحيث ان هي تطلع وما احس ان ده اخرها خلاص وهتبدا ترتد وتنزل تاني، اكون انا قفلتها على الربح ده وطلعت منها. هل دي الاستراتيجيه الوحيده؟ لا طبعا، احنا ممكن نعمل حاجه تانيه. تخيلوا معايا مثلا، افرضوا انا عاوزه مثلا حد عاوز يستفيد من الهدف الاول والهدف الثاني بس عاوز يضمن الربح. بمعنى ايه؟ بصوا افترضوا ان الخط اللي في النص ده بتاع الهدف الاول ده مش موجود اصلا، والهدف الوحيد اللي موجود هو الخط بتاع الهدف الثاني ده فقط. فلو حد دخل من عند المنطقه السعريه دي وهو بالتالي مش حاطط هدف هنا، السعر لو فضل يطلع ما لم يلامس الخط ده، لو ارتد ونزل انت مش هتطلع من الصفقه كسبان حاجه. يعني لو نزل تحت نقطه الدخول، لو نزل تحت الخط ده اللي هي نقطه الدخول، انت مش هتكسب حاجه، بخلاف لو انت كنت عملت لها تيك بروفيت عند هنا او ان هي تتقفل على ربح عند المستوى ده، هي خلاص كسبت معاك هنا. فانت لو حاطط الهدف بعيد وهي طلعت اهي، لكن ما لمستش الخط، قبل ما توصل للخط ان شاء الله لو بنقطه نزلت وارتدت تاني وغيرت اتجاهها. وزي ما انتم شايفين السوق اصلا كله مبني على حركات سعريه طالعه ونازله طالعه ونازله طول الوقت. طبعا انا دلوقتي بشرح الصفقه الباي، لسه هشرح باذن الله عكسها السل، ان احنا ازاي برضو بنستفيد من نزول السعر، بس خلونا ماشيين مع بعض كده واحده واحده. طيب دلوقتي احنا عاوزين نوصل للهدف الاول اللي هو بالنسبه لنا مضمون، وكمان لو الصفقه اتنقلت من الهدف الاول للهدف الثاني او الهدف الثالث، لو احنا حاطين هدف ثالث برضو نكسب منها. نقدر نعمل ده ازاي؟ هل نقدر نعمله؟ ايوه نقدر. ازاي؟ انا دلوقتي دخلت عند نقطة الدخول، لسه فتحت صفقة دلوقتي، دخلت هنا عند المنطقة السعرية دي. حلو، طيب الصفقة بالفعل قفلت عند الربح بتاع الهدف الاول هنا اهو. هعمل ايه؟ هقوم داخلة فاتحة صفقة تانية بس ببيانات مختلفة. هي بالفعل خلاص المستوى السعري وصل لي هنا اهو، هعمل انا ايه بقى؟ هدخل هنا، هفتح صفحه جديده على السعر الحالي اللي هو هيكون عند المنطقه دي، وهظبط الهدف بتاعي على الهدف ده اللي هو الهدف التاني. يبقى كاني فاتحه صفقه تانية جديده من المنطقه دي لحد المنطقه دي. ده لو انا عاوز اكمل. وغالبا بنعمل اللي فيها حاجه، يعني مثلا لو انا داخله من هنا لهنا، طبعا احنا المره اللي فاتت شرحنا اللي هو اللوت او الفوليوم او حجم الصفقه، ان مثلا
ازاي اقدر اخلي النقطة ب 10 دولار او ب 10 سنت او زي ما يكون حسب راس مالي. فانا مثلا لو فاتحة الصفقة، بداية الصفقة نفسها، انا مثلا راس مالي وليكن 1000 دولار، ففتحة من النقطة الواحدة تتحسب لي بدولار، يبقى انا كسبت من هنا لو من منطقة الدخول لحد الهدف الاول 20 نقطة، انا مثلا كسبت لي 20 دولار. حلو. لو انا بقى جيت اعمل اللي انا بقول عليه ده وادخل من المنطقة دي اللي هي من منطقة الهدف الاول لحد منطقة الهدف التاني، بعملها نص الاولى، يعني بعمل بدل ما النقطة كانت بدولار، لا تبقى النقطة بنص دولار بس، لان اصلا الطلوع ده انا مش ضمناه بنفس نسبة ضماني لربح المستوى ده، ده مضمون بنسبة كبيرة جدا، لكن ده مضمون بنسبة أقل، كل ما كان فوق بيبقى مضمون بنسبة أقل، لكن طبعا ده مش معناه إن هو لا، ساعات إحنا بندخل صفقة وتفضل تطلع لمستويات وتحقق أرقام قياسية بال100 وال200 وال300 وال500 نقطة على حسب السوق وعلى حسب التشارت اللي قدامنا. فلما بندخل العقد من منطقة الربح الأولى لحد المنطقة الثانية، بنقفل نص العقد وبندخل بنص بس، زي ما قلت، بدل ما النقطة كانت في المرة الأولى بدولار واحد بقت دولار فقط. طيب خلونا نشوف العكس، هل احنا بنستفيد بس من الطلوع؟ لا طبعا. خلونا نمسح كده قبل ما ناخد العكس، خلونا برضو نفهم نقطة الستوب لوس أو وقف الخسارة دي بتبقى إزاي. مثلا خلونا نشوف كده، لحظة أشوف بس مكان كويس أشرح لكم عليه. مثلا خلونا نقول إن أنا قلت لكم، تخيلوا إن كل اللي قدامنا ده مش موجود، احنا اخر شمعة ظاهرة قدامنا هي الشمعة الحمراء دي فقط. فانا قلت لكم يا جماعة ادخلوا دلوقتي صفقة شراء على اليورو دولار، والهدف بتاعنا سي مثلا انا حطيت لكم ان الهدف هو المستوى ده، انا عامل حساب ان احنا هندخل عند المنطقة دي، تمام، والربح بتاعنا هيبقى عند المستوى ده، يعني من هنا لهنا كل النقط دي احنا هنكسبها لما ندخل صفقة باي. حلو. طيب انا ممكن احط، طبعا الحسابات الكبيرة اللي رصيدها كبير ممكن ما تحطش ستوب لوس اصلا. هو ايه الستوب لوس ده؟ انتوا عارفين خلاص ان هو مستوى وقف الخسارة، بس احنا عايزين نشرحه هنا على التشارت. احنا ليه بنحط مستوى وقف الخسارة؟ هنفترض ان مستوى وقف الخسارة اللي انا عامله لكم عند النقطة السعرية دي معناه ايه؟ معنى ان انا قلت لكم ادخلوا الصفقه هنا وانا عامله حساب ان هي المفروض تمشي في الاتجاه ده، لكن ممكن الصفقه في احتماليه ضعيفه ان هي تعكس وتمشي عكس الاتجاه اللي احنا محددينه ليها اللي هو ده، فتعكس تمشي العكس، تنزل لتحت بدل ما تطلع لفوق. هل هتفضل تمشي لتحت وتنقص من الفلوس اللي معانا وتاكل راس المال؟ لا، احنا لازم نحط لها حد تقف عنده، فهنحط الحد ده عند المنطقه دي، بحيث ان دي لو انا مثلا لو انا حطيت لكم نقطة وقف الخسارة هنا مثلا كده، تخيلوا معايا نقطة وقف الخسارة هنا تحت الخط ده. ممكن حد يقول طب ما لو احنا داخلين من هنا ما نحط نقطة وقف الخسارة قريبة، بحيث ان الصفقة دي يوم ما تخسر النقطة الحاجة البسيطة خالص بس من المنطقة دي للمنطقة دي بس. احنا ليه لو حطينا وقف خسارة نحطها بعيد شوية؟ لكن طبعا مش بعيد قوي، لان في ناس ممكن تحطها تحت مثلا 700 نقطة، وده طبعا غلط وهنشرح بعد شوية ليه. الفكرة في ايه بقى؟ ان زي ما انتم شايفين كده، يعني احنا مثلا لو جينا نبص للتشارت اللي قدامنا ده، احنا هنا لو جينا نبص مثلا من النقطة دي لحد الشمعة الكبيرة دي، السعر اهو طلع صح، لكن كان في النص هنا عندي شموع حمراء، يعني السعر كان بينزل ويطلع ينزل ويطلع ينزل ويطلع لحد ما طلع فوق خالص. النزول ده احنا بنسميه تصحيح، السعر بيصحح. وكذلك برضو لو احنا اخدين صفقة مثلا، يعني مثلا لو حد داخل صفقة بيع داخلها من فوق وكل ما السعر نزل معاه لتحت هو بيكسب، دي هنشرحها بعد شوية. هل احنا شايفين من فوق لتحت شموع حمراء فقط نزول فقط؟ لا، بنلاقي اخضر في النص. الاخضر ده عبارة عن ايه؟ عن تصحيحات.
السعر بيطلع يصحح وينزل. خليني اعمل ميوت بس لكل ال ميوت اول. تمام طيب نكمل. قلنا ان انا ممكن مثلا احط مستوى وقف الخساره تحت نقطه الدخول بحاجه بسيطه، بس هنا هتواجهني مشكله. السعر ممكن يكون هو فعلا هيوصل للمستوى بتاع الربح اللي انا عامله حسابي عليه، ولكن هو هينزل شويه يصحح، فنديله مساحه بدل ما الصفقه تتقفل على خساره ونلاقي بعد شويه حد بيقول يا جماعه الصفقه كسبت، فحد يقول ايه ده هي ازاي كسبت مع فلان وما كسبتش معايا. ممكن تكون خسرت معاه بسبب ان هو حاطط نقطه وقف الخساره قريبه من نقطه الدخول، فالسعر لو نزل يصح ما بيلاقيش مساحه يتحرك فيها، فبيقوم خابط في خط وقف الخساره يقوم واقف. فعشان كده في صفقات احنا بنفتحها، طبعا بما ان زي ما قلت الحساب تجريبي او انتم بتشتغلوا على حساب ديمو مش حقيقي، فمش بنحط اصلا نقطه وقف خساره بحيث ان السعر ينزل يصحح براحته. يعني في المثال اللي انا اديته لكم ده، خلينا نشيل الخط ده كده. احنا هنا مثلا دخلنا عند المنطقه السعريه دي، حلو، وانا حط هدف ان هو يوصل هنا عند المنطقه السعريه دي عشان نكسب الارباح من النقطه دي للنقطه دي، حلو. طيب هل هو وصل كده على طول ولا في النص شايفينه نزل اهو لتحت؟ اهو شايفين هو بدا يطلع اهو موجب، يعني المفروض ان هو كده يدي ارباح، وممكن اصلا حد ما يستناش ان هي توصل للمستوى ده. ممكن تلاقيه مثلا بدل ما هي كانت هتجيب له هنا مثلا 50 دولار، هو شاف ان معاه 20 دولار لما وصلت عند النقطه دي، قام قايل ايه؟ طب انا مش ضامن ايه اللي يحصل، ما هي ممكن تنزل، طب ممكن تتاخر، طب انا مش حاببها توصل للهدف، خلاص انا هدخل اقفلها هنا. خلاص هو كسب الربح بتاعه من المنطقه دي للمنطقه دي فقط. طيب اللي بيسيب الصفقه مفتوحه ايه اللي بيحصل؟ احنا داخلين هنا اهو، هي الصفقه طلعت هنا اهو، وبعدين نزل التاني تصحح، شايفين نزلت هتقعد تجيب السالب، لان هو اصلا داخل هنا والمنطقه دي تحت المنطقه اللي هو داخل من عندها، يعني هيفضل يديله بالسالب ويشوف ان ايه ده، دي الصفقه خسرانه، دي بقى لها كتير مش عارفه ايه، ده طبيعي جدا، لان اهي نزلت تصحح اهي، وبعدين طلعت فين؟ منتهاها وصلت لحد فين؟ عند الهدف بتاعها، خلاص هي هنا هتتقفل على ربح. وطبعا اصحاب الحسابات الكبيره اللي مثلا 1000 دولار وما فوق، غالب هم ما بيحطوش اصلا مستوى وقف خساره، بيسيبوها مفتوحه مهما سلبت معاهم، ما دام هم واثقين ان الصفقه بتاعتهم هتصحح وهتطلع تاني توصل لمستوى الهدف بتاعها. لكن في الحسابات الصغيره، وده طبعا اللي هنعمله مع الناس اللي معانا بالفعل، ان احنا بنحط لهم مستوى وقف خساره، لكن مثلا ايه؟ ما بنحطوش برضو عشوائي، يعني ما ينفعش احط لهم مستوى وقف خساره مثلا هنا عند المنطقه دي، لا بسيب فيه مساحه مثلا كده، بس برضو مش مساحه كبيره. ليه؟ في ناس مثلا دي استراتيجيه بعض الشركات بتمشي بيها، او بعض الناس اللي بتشتغل في الفوركس تمشي بيها، يكون هو مثلا حاطط هدف لصفقه مثلا من المنطقه دي للمنطقه دي، وبين دي ودي مثلا 20 نقطه، يعني الصفقه يوم ما تكسب 20 نقطه، وفي نفس الوقت حاطط مستوى وقف الخساره تحت مستوى الدخول ب 100 نقطه، بحيث ان الصفقه دي لو انت خسرتها تخسر 100 نقطه، ولو انت كسبتها تكسب 20 نقطة بس. فطبعا ده غلط، لان انت ما بتدخل صفقة بتكون عندك الاحتماليتين، احتمالية انها تخسر واحتمالية انها تكسب، فما ينفعش تكون احتمالية انها تخسر يوم ما تخسرها تخسر 100 نقطة مقابل انك عاوز تكسب منها 20 نقطة، كده النسبة غير متساوية. لكن احنا بتبقى الاستراتيجية احسن من كده بكتير، ان ممكن نكون احنا كأننا بنراهن على مكسب الصفقة مثلا 100 نقطة مقابل بس 15 او 20 نقطه فقط خساره، بحيث ان لو الصفقه خسرت تخسر 15 20 نقطه، لكن يوم ما تكسب ممكن تكسب 100 نقطه 200 نقطه. طيب هل احنا بنستفيد بس من كل ده؟ عمال اشرح ازاي الـ احنا بنكسب عند المستويات السعريه ومستوى في الخساره وما السعر بيطلع معانا. ده طبعا لما بتكون الصفقه باي، يعني شراء. احنا طبعا عندنا العكس، ساعات بنقول لكم يا جماعه هدخلوا صفقه سل. السل دي بقى نظامها عامل ازاي؟ قبل اي حاجه خلينا طبعا، في سؤال مهم جدا الناس سالته لي، قالوا لي طيب احنا دلوقتي بنحط ايداع في البروكر او في الحساب بتاعنا، وبنكون احنا فاهمين صفقه الشراء، لما اقول لكم مثلا يا جماعه ادخلوا اشتروا اليورو دولار، احنا فاهمين هنشتري، لكن ازاي تقول لنا بيعوا اليورو دولار؟ هو احنا اصلا كنا اشترينا عشان نبيع؟
طبعا سؤال منطقي جدا. اجابته ايه بقى؟ اجابته ان هنا لو احنا اخذنا بالنا ترتيب ازواج العملات مهم جدا. انا هنا مثلا لما قلت لكم ادخلوا صفحه شراء على اليورو دولار، شراء اللي هي باي، معناها ايه؟ معناها ان انا بشتري الزوج الاول مقابل بيع الزوج الثاني. يعني انا عارفه ان الزوج الاول اليورو في الوقت ده هيعمل نقط ربح او هيبقى اقوى من الدولار، فبقول لكم اشتروا اليورو مقابل بيع الدولار، دي الصفقه الباي. طيب لو قلت لكم ادخلوا على صفقه اليورو دولار اعملوا صفقه بيع يعني سيل، هتبيعوا ايه؟ العمليه بتتعكس هنا كانكم بتشتروا الدولار مقابل بيع اليورو. يعني ما بتكون الصفقه شراء بتكون عباره عن شراء الزوج الاول مقابل بيع الزوج الثاني، وما بتكون الصفقه بيع بتكون هي بيع الزوج الاول مقابل شراء الزوج الثاني. النقطه دي واضحه ولا لا؟ لو واضحه اكتبوا لي على الشات رقم واحد، لو مش واضحه اكتبوا لي رقم اثنين سريعا بس عشان نتنقل للنقطه اللي بعدها. مش واضحه؟ طيب كملوا لنا كده نشوف واضحه ولا مش واضحه. يقول على الشات أعيدها تاني. حاضر ماشي أستاذ عماد فهمها. طيب خلونا ما دام مش واضحة للناس خلونا نشرحها تاني. دلوقتي إحنا لما بندخل صفقة شراء بقول لكم يا جماعة ادخلوا دلوقتي هنعمل شراء لزوج اليورو دولار. معناها إيه صفقة شراء؟ معناها إن إحنا هنشتري دلوقتي اليورو مقابل إن إحنا بنبيع الدولار. مش إحنا دايما في سوق الفوركس عندنا زوجين عملات، مش عملة واحدة لكن زوجين، وشرحنا في المرة اللي فاتت إن أصلا سوق الفوركس هو المكسب من فرق الأسعار. زي ما أنا لو معايا مثلا 1500 جنيه وسعر الدولار مقابل الجنيه 15 جنيه، فأنا بروح البنك اديته مثلا 100 دولار 1500 جنيه مقابل إن هو يديني بدلهم 100 دولار. طيب أنا 100 دولار عندي، وبعد فترة سعر الدولار مقابل الجنيه بقى ب 17 جنيه بدل ما كان ب 15 جنيه، قمت رايحه البنك تاني بايع ال 100 دولار وخدت بدلهم 1700 جنيه وكسبت انا ال 200 جنيه الفرق. هو ده نفسه بالظبط اللي بيحصل في سوق الفوركس قدامنا. ماشي، ما هو بنبيع وبنشتري عملي، ده هو لما الصفقه بتنزل لكم سل او باي، هو ده البيع والشراء. انا بفهمكم نقطه ايه؟ ان ايوه، ما هو كلمه باي وسل هي دي البيع والشراء. بس انا بفهمكم، هو احنا مثلا لما بنيجي نبيع الزوجين قصاد بعض، احنا هنا بنبيع اليورو وبنشتري إيه لما بندخل صفقة شراء، لما تكون الصفقة بقول لكم مثلا دوسو باي، يعني الصفقة دي باي، بيكون مقابل ان احنا هنشتري اليورو مقابل ان احنا بنبيع الدولار. طيب لو قلت لكم ان الصفقة دي صفقة بيع، صفقة سل، معناها ايه؟ معناها ان احنا بنشتري الدولار مقابل بيع اليورو. ايوه، ما هو الشرح العملي ده زي ما قلت ان الصفقه قدامكم بتبقى بتجيلكم، هي هتدوسوا عليها باي ولا سيل، هو ده الشرح العملي بتاعها ان احنا بندوس في الصفقه باي او سيل. طيب خلونا دلوقتي نتنقل لنقطه هو احنا بنكسب. انا دلوقتي من شويه اديت مثال على ان احنا لو احنا شاريين من النقطه دي والسعر طلع معانا فبنبيع فوق. طيب احنا كمان، هل احنا هنستفيد من ارتفاع الاسعار بس؟ لا، احنا كمان بنستفيد من نزولها، يعني من النقطه دي للنقطه دي احنا بنكسب. طيب هل لو احنا اشترينا هنا لو وصل هنا تحت بنكسب؟ اه طبعا، دي الصفقه السل بقى اللي هي اللي عكسها. خلونا ناخد مثال عليها. انا مثلا نزلت لكم توصيه هنشتغل برضو على نفس الزوجين، على نفس زوج اليورو دولار. قلت لكم يا جماعة هندخل دلوقتي صفقة بيع، دي بقى مش صفقة شراء، دي صفقة بيع. ليه؟ صفقة الشراء اللي هي باي بيبقى اتجاهها من تحت لفوق، الشموع بتاعتها بتبدأ من تحت، أنا عاوزها كل ما بتطلع لفوق وكل ما بتكون لي شموع خضر عندي أنا كده بكسب،
وكل ما بتنزل لتحت وتكون لي شموع حمراء انا كده بكسر. لكن صفقة السل او البيع بتبقى العكس. ازاي؟ انا ببقى اخده، بقول لكم مثلا انا متابعه للتشارت، وبناء برضو على العوامل اللي بيها بعرف ان احنا دلوقتي المفروض ندخل نبيع الزوجين دول. بكتب لكم بيانات، هندخل يا جماعه مثلا دلوقتي صفقه على اليورو دولار، صفقه بيع مش شراء، يعني حدوسه سل مش باي. تمام. طيب، وهحط لكم التيك بروفيت او الهدف بتاعكم مثلا عند النقطه دي هنا اهو، عند السعر ده. حلو. دلوقتي انتم بمجرد ما بتدخلوا تعملوا سيل، يعني مثلا لو احنا خدنا على المثال اللي قدامنا ده ان انتم اشتريتوا عند المنطقه السعريه دي، انتم من اول ما الصفقه اتفتحت معاكم مش هتديكم ولا دقيقه سالب، هتلاقوها كلها ربح، لان من ساعه ما اتفتحت من عند المنطقه السعريه دي فضلت اهي ماشيه في نفس الاتجاه الصحيح لحد ما وصلت لمستوى الربح بتاعها وجت لحد هنا وكسبت. فهنا الصفقة السل كل ما بتنزل معايا لتحت أنا بكسب منها. وطبعا العكس، الأول كان مستوى وقف الخسارة بيكون تحت، لكن في الصفقة السل مستوى وقف الخسارة بيكون فوق. أنا هحاول أصغر التشارت عشان تبقى هقول لكم مثلا لو احنا هنحط مثلا وقف خسارة هنحطه مثلا عند المنطقة دي مثلا، يعني عشان طبعا التشارت قدامنا ضيق دلوقتي. فأنتم شارين من هنا وهقول لكم حطوا مستوى وقف الخسارة هنا، لان انا عامله حسابي ان دي صفقه سل، يعني انا عايزه السعر ينزل معايا، كل ما بينزل انا بكسب، فبالتالي هو لو طلع انا بخسر، فلازم نحط ستوب لوس. فده بشكل مبسط السل والصفقه الباي. خلونا نبص على الشات كده علشان انا شايفه ان في ناس كاتبه اسئله هناك. توضيح من أين تأتي الربح في حالة البيع من فرق السعر. من فرق السعر. طيب في حد هيقول لي طيب دلوقتي احنا، معلش يا جماعة اللي بيشخبط على الشاشة يبطل شخبطة، اللي عمال يشخبط على الشات يبطل شخبطة، يمسح معلش اللي هو شخبطه ده. الربح بيجي منين؟ طبعا ممكن برضه سؤال وجيه جدا حد يقول لنا طب احنا ازاي شغالين في سوق الفوركس ده، واحنا اصلا الجنيه مقابل الدولار فين وفين لما السعر بتاعه بيتغير، فاحنا ازاي شغالين في سوق بشكل مستمر الاسعار فيه بتتغير؟ هقول لكم ببساطه ان احنا بنكسب من الرقم الرابع بعد العلامه العشريه. بمعنى ايه؟ انا مثلا لو جيت تبص معايا مثلا هنا مثلا على زوج اليورو دولار، تمام؟ انا مثلا لو اخر رقم عندي هنا 16، تمام؟ ده لو بقى 15 انا كده نقص مني نقطة. طيب لو بدل ما هي 15 هنا بقت 25 انا كده كسبت 10 نقط، لو بقت 35 انا كده كسبت 20 نقطة. فاحنا بنكسب من فرق بسيط جدا في تحرك الاسعار، هو ده اللي بيكون معانا النقط، نقطة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية، بنكسبهم من ايه؟ فرق الاسعار ده، من الرقم الرابع بعد العلامة العشرية. من هنا بيجي الربح بتاع سوق الفوركس. ايه هو ايه السيستم اللي بتشتغلي عليه؟ ده سيستم بيدينا سيجنالز واشارات بالبيع وبالشراء عند ازواج معينه، وطبعا الاعتماد ما بيكونش عليه لوحده، لان طبعا يا استاذ احمد حضرتك في مجال الفوركس وعارف ان السوق ده بيأثر عليه عوامل مختلفه، السيوله الماليه، الاوقات اللي احنا بنتداول فيها سواء بالليل او بالنهار، الاوقات المعينه في السنه، الاخبار العالميه خاصه الاخبار اللي في امريكا بتاثر على الشغل وطبعا كل الظروف نقدر نستغلها لصالحنا لو احنا فاهمين السوق صح. يعني لو الدولار ضعف هنكسب كتير جدا لو احنا مشينا في الاتجاه الصح مع ضعف الدولار، لو الدولار قوي وسعره بيرتفع قصاد العملات التانيه هنكسب منه. في عوامل كتير مختلفه بتاثر في السوق ده. طيب خلينا، أنا كنت كاتبة عندي كده مجموعة من الأسئلة ناس سألتها لي النهاردة، خلوني كده أروح أشوفها. طيب ده سؤال مهم جدا، هو أنا لو عامل صفقة وأنا معايا 1000 دولار هتاخد مني 1000 كلهم، ولا أنا اللي بحدد الصفقة وبتاخد مني كام؟ السؤال ده مهم. طبعا يا جماعة المبلغ اللي بيتم إيداعه، مثلا حد حاطط 1000 دولار هو بيدخل الصفقة الواحدة بال1000 دولار؟ لا طبعا. ليه؟
لان احنا اتفقنا ان الشخص ده وهو داخل الصفقه قبل ما بيفتحها بيكون محدد ايه، بيكون محدد مستوى وقف الخساره بتاعه، بيكون محدد مستوى الربح بتاعه، وبيكون محدد اللوت او حجم الصفقه. يعني مثلا لو هو معاه $1,000 وهو عامل ان النقطه الواحده ب$1 فقط، وهو عامل حسابه ان هو لو كسب من الصفقه دي يكسب مثلا 10 نقط ب$10، ولو خسر منها هيخسر برضو $10 بس من الألف. يبقى هو كده محدد بناء على اللوت او الفوليوم او حجم الصفقه هو هيدخلها بكام من راس ماله. لكن طبعا لو هو مثلا حاطط $1,000 في حسابه وهو ماشي وفقا لقانون اداره راس المال اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو مثلا كل $100 بيحطوا قدامهم 0.01 بحيث ان النقطه